إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة الآن 7 صباحا. إخوة الإمام الإسلام في بيت. نستيقظ في الصباح الباكر على صوت منبه الساعة، ثم ندخل بعدها في جو مشحون بالأصوات. إخوة الإيمان والإسلام فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة. ثم يخترق هذه الأصوات صوت يعلو عليها ويهيمن على ضجيجها، فيملأ أسماعنا بهجة وتنبت في قلوبنا ورود الأمل وزهور الروحانية. إنه صوت التلاوة. بين صدورهم وترنموا ببيانه ترنيما. حديثنا لا يزال موصولا حول سفير القرآن الكريم وشيخ قراء العالم الإسلامي الشيخ محمود خليل الحصري، وقد تناولنا في الحلقة السابقة ذكرياته في بعض بلاد الهند وباكستان وإندونيسيا وماليزيا، وفي هذه الحلقة نتابع ذكرياته في قارة آسيا وبالتحديد في السعودية والعراق، ثم نتجه غربا إلى القارة الإفريقية السمراء حيث نتناول ذكرياته في السودان والجزائر. ذكريات جميلة ورحلات ماتعة. أسروا قلوبا بالتلاوة فاهتدى للحق قوم أعلنوا التسليم صدحوا بآيات. ذكريات الشيخ الحصري في المملكة العربية السعودية كثيرة جدا، ولها في قلبه مكانة لا تدانيها مكانة، فقد قال في لقاء له مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي إنه يتمنى لو يقضي حياته كلها في مكة المكرمة مجاورا للمسجد الحرام. أولا الذي أحبه وأود أن أقضي أطول وقت فيه ولو كل حياتي هو المسجد الحرام، فأنا الإنسان حينما يكون بالمسجد الحرام فهذه هي يعني أحلى أوقات الإنسان، ولذلك في كل أسفاري أحاول أن أختتم الرحلة بعمرة ليكون في ذلك نفحة أو شيء يتقبله الله سبحانه وتعالى. وقد دعي الشيخ الحصري مرارا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك وفي مناسبات أخرى كثيرة بالمملكة، ويشير الحصري إلى النهضة التي كانت تشهدها المملكة أنذاك، إذ كان يرى جديدا في كل مرة يزورها فيها، حيث تحرص الحكومة على تشييد المباني الحديثة وتوفير كافة الوسائل التي تكفل الراحة للحجاج والزوار. يصف الشيخ ليالي رمضان في الحرم الشريف حيث يهرع الأهالي بعد الإفطار إلى المسجد لتهدئة صلاة العشاء والتراويح وسماع القرآن الكريم، وكذلك إلى سماع دروس العلم حتى ساعة متأخرة من الليل. ومن الأشياء الجميلة التي شاهد الشيخ وأثرت في نفسه صوت المؤذنين في آخر ليلة من ليالي الشهر الكريم، إذ كانوا يقضونها في تهليل وتكبير وتسبيح، والناس ما بين طواف وصلاة حتى العيد. أما المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فشأنها كشأن مكة المكرمة، فالناس في فرحة يسرعون إلى الروضة الشريفة مكبرين داعين خاشعين مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى، كما تجد حلقات العلم وحلقات تلاوة القرآن الكريم ومدارسته، وكذلك حلقات شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلها مستمرة من بداية الشهر المعظم حتى آخرة. ولعل من الأشياء التي تستحق الذكر الحرص على إقامة المجالس لسماع القرآن الكريم ومدارسته طيلة الشهر الكريم، وإقامة الموائد للفقراء والمساكين. في فترة الستينيات الميلادية صدرت الأوامر السامية بفتح المسجد النبوي في وقت غير معتاد، وتحلق الناس في الروضة الشريفة ليستمعوا إلى تلاوة قرآنية مباركة من شيخ قراء العالم الإسلامي ومع جانب من هذه التلاوة التاريخية.
سيدتي وسادتي، تلاوة من القرآن الكريم من الشيخ محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكن يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كما تعددت رحلات الشيخ الحصري إلى العراق، فذكر أنه كان من عادة الحكام هناك أن يدعو إلى الإفطار كل يوم نحو 2000 صائم من عموم الشعب العراقي، وتبدأ حفلات التلاوة من بعد العصر وتظل حتى أذان المغرب، وبعدها يؤذن للصلاة، فيتوجه المدعوون جميعا إلى صلاة المغرب في المسجد الذي شيد بالقصر الجمهوري، وعادة ما يأمهم رئيس الجمهورية في الصلاة. وكما كان للكبار عاداتهم فللصغار أيضا عاداتهم، فما إن ينتهي وقت الإفطار حتى ترى الأطفال يتسابقون في الخروج إلى الشوارع مرددين الأناشيد والأهازيج، وتظل الشوارع مليئة بهم طوال الليل حتى يحين موعد السحور، حينها ينطلق المسحرون لإيقاظ النائمين حتى يصيبوا السنة النبوية في التسحر. ولا يمكن ومن الدول العربية التي زارها الشيخ الحصري وسجل انطباعاته عنها السودان، فمن عادات أهلها أن يهتموا اهتماما بالغا بتحفيظ أولادهم القرآن الكريم، حتى إن الوالد كان يذهب بأبنائه إلى الخلوة حيث مكتب التحفيظ ويسلمهم إلى الشيخ الذي تعود أن يلتزم بالطعام والكساء والمسكن طيلة مدة إقامتهم إلى أن يتموا حفظ القرآن الكريم مهما طالت هذه المدة. ويذكر الشيخ الحصري أن هؤلاء المحفظين لا يقبلون أجراً على ذلك، وإنما يعملون حسبة لوجه الله تعالى. وهناك أيضا كتاتيب كثيرة تماثل تلك الخلوات المذكورة، لكن لا يصل أعداد طلابها إلى أعداد الخلوات، حيث يقدر عدد الطلاب في كل خلوة ما يقارب 700 طالب فيهم الصبي والشيخ الكبير. أما عن عاداتهم التي اقترنت بالصيام، فعادة ما يبدأ الأشقاء السودانيون الإفطار بتناول 3 حبات من التمر وكوب من اللبن أو مشروب آخر يشتهر به السودان يسمى بريك،
ثم يصلون المغرب، وبعده يواصلون تناول الإفطار، ثم يتوافدون على المساجد لصلاة التراويح والاستماع إلى القرآن الكريم. لشهر رمضان المعظم عادات وتقاليد متوارثة بين أهل الجزائر، ويلفت الشيخ الحصري النظر إلى ظاهرة يقول إنه لم يجدها في بلد غير الجزائر، وهي احترام الصوم وتعظيمه في الشوارع، فلا ترى مفطرا أثناء النهار مطلقا، كما تغلق المقاهي والمطاعم. ولذا يقول الجزائريون في هذا الصدد: يكف حتى السكير عن شرب الخمر قبل بداية الصوم بأربعين يوما. أما المعاهد والمدارس الإسلامية فتكون في شبه عطلة طوال أيام الشهر الكريم، كما تقيم كل مدرسة أو معهد حفلا أسبوعيا يتسم بالمظهر الديني البحت. ومن الأشياء التي لم يخفي الشيخ الحصري سروره بها حرص الأهالي على تعليم أطفالهم الصلاة وتعويدهم الصيام منذ الصغر، كما يقوم المدرسون طيلة الشهر الكريم بتحفيظ أطفال القرى القرآن الكريم قبل العشاء في كل مساجد الجزائر. ويقول الشيخ: إن من أهم المساجد التي شاهدتها هناك مسجد كتشاوة بساحة الشيخ عبد الحميد بن باديس، الذي كان الاستعمار قد حوله إلى كنيسة، لكنه سلم إلى وزارة الأوقاف الجزائرية بعد الاستقلال. ومن العادات التي يتمسك بها الجزائريون وترتبط بشهر رمضان المبارك أنهم يبدأون الإفطار بتناول التمر واللبن، ثم يصلون المغرب، وبعده يكملون إفطارهم المكون عادة من الفريك واللحم وطواجن الحلوى، كما يتناولون المخارق والخفاف، وهي أطعمة خفيفة يشتهر بها أهل شمال أفريقيا كله. ووسيلة الإيقاظ للسحور هو المؤذن الذي يصعد مآذن المساجد وينادي على الناس للسحور. ومن عاداتهم أيضا خروج الأطفال في شكل جماعات ينشدون ويحملون الفوانيس ويطوفون بالشوارع في موكب بهيج. وفي ختام مذكراته يقول الشيخ: وبعد، فتلك بعض الحقائق والمشاهدات التي استشعرناها من رحلاتنا القرآنية التي عشنا خلالها بين إخوة لنا جمعتنا وإياهم تلك العقيدة السمحة وذلك الدين القيم. ووقفنا بكم من خلال تلك الرحلات أيضا على أهم العادات والتقاليد المتوارثة التي تميز كل بلد عن الآخر، وطرق الاحتفالات بليالي شهر رمضان المبارك. إمضاء محمود خليل الحصري. أسروا قلوبا بالتلاوة فاهتدى قراء روى تاريخ حياتهم جمال أصواتهم، فأحببنا تلاوة كل منهم مع أنها تلاوة لم نسمعها. وكرموا تكريما على مر الزمان عظيما وتحملوا. تعالى نفتح أفق الخيال، اضبط الجهاز، أزل التشويش. ها هو صوت رجل يقول:
من هذا الذي يقرأ القرآن؟ فيجيبه صاحبه: ألم تعرف؟ هذا عاصم ابن أبي النجود المقرئ المعروف، قال عنه أبو بكر بن عياش: كأن في حنجرته جلاجل. أنصت يا صديقي، أنصت. هو فسحة لوجيب قلب عاصم ابن أبي النجود كي ينادي أو يتأوه أو يئن. ما رأيك الآن أن تعود إلى الواقع وتفتح مصحفك؟ الدنيا وذي أصواتهم بقيت خلودا في الدنا ونجوما، أنس القلوب تلاوة يشدو بها، صوت يزيح عن القلوب. شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا.